افتتح سعادة الدكتور أحمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية النسخة السادسة من مؤتمر البحرين للجلدية والليزر والتجميل الذي تنظمه شركة بي دي اي للفعاليات الصحية والطبية. نعم، حيث يسعى إلى تعزيز جهود التوعية ورفع وعي متخصصي الرعاية الصحية بمجال الوقاية من الأمراض الجلدية وتمكين المجتمع الطبي المحلي والدولي من التعرف على أحدث الممارسات الطبية العالمية المثبتة بالدلائل العلمية. مؤتمر البحرين للجلدية والليزر والتجميل في نسخته السادسة بات حدثا طبيا مهما في مملكة البحرين، إذ يقوم بدوره في مناقشة أحدث الممارسات العالمية في مجال الجلدية والليزر والتجميل وصقل مهارات أطباء الأمراض الجلدية وجراحي التجميل، إلى جانب تعزيز التعاون بين جميع الممارسين الصحيين ومقدمي الرعاية الصحية والخدمات والمنتجات الطبية. إقامة مثل هذه المؤتمرات تضفي الكثير على القطاع الطبي في مملكة البحرين، تبادل الخبرات بين المتحدثين وبين الأوراق العلمية التي تقدم من مختلف دول العالم تضيف للقطاع بشكل كبير. طبعا مملكة البحرين رائدة في مثل هذه المؤتمرات، وهذا يمشي أيضا مع الخطة الاستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للصحة لاستضافة هذه المؤتمرات للاستفادة من آخر التجارب العلمية وآخر العلاجات المتواجدة في العالم وتطبيقها في مملكة البحرين. فخورين بالكوادر الوطنية وبالتعاون الاستراتيجي مع جميع المؤسسات الحكومية والمؤسسات شبه الخاصة والخاصة وجميع الطاقات الشبابية والخبرات اللي موجودة في البحرين. على مدى العصور كانت البحرين ولادة مليئة بالخبرات التي تصدر ويتعلم منها العديد من المنطقة حولنا. الحمد لله هذه السنة كانت علامة فارقة بهذه المشاركات وبنوعية المتحدثين ونوعية التوبكس العناوين اللي كانت موجودة في المؤتمر. مؤتمر البحرين للجلدية والليزر والتجميل يكشف آخر التطورات في طب الأمراض الجلدية والتقنيات المبتكرة ضد الأمراض والعيوب الجلدية الرئيسية، إلى جانب نشر أحدث المعارف والخبرات المستمدة من الأبحاث في مجالات الأمراض الجلدية وجراحة الجلد وطب التجميل. نحن كأطباء جلدية وأطباء تجميل يهمنا جدا الاستمرارية في التعلم، ان خصوصا التخصصين يعني في تطور مستمر، يعني والواحد اذا يعني خلينا نقول 6 سنة ما جدد نفسه يكون جدا متأخر في العلاجات او في العلم اللي يكون عنده. فاحنا كجمعية أطباء جلدية وكمؤتمر أطباء جلدية يهمنا ان احنا سنويا نرجع ونلتقي مرة ثانية ونعمل هالمؤتمر ويكون في تبادل الأفكار، تبادل الخبرات وتطوير العلم اللي عندنا كلنا. أشارك بصفتي أمين السر لرابطة أطباء أمراض الجلدية البحرينية. الهدف من المشاركة في هالمؤتمر عقد ورش عمل متعددة إلى الأطباء المتدربين في البحرين وخارج البحرين، وأيضا عرض الحالات الصعبة التي نواجهها في البحرين ومشاركة الحلول والعلاجات الحديثة بين مختلف الأطباء. يشتمل المؤتمر على 6 جلسات نوعية تناقش الأمراض الجلدية للأطفال والمشاكل الجلدية لدى مرضى السكري وأحدث المستجدات في طب الأمراض الجلدية وطب الجلد التجميلي في مجال الشعر والأظافر والليزر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم قصص النجاح في هذا المجال بمشاركة نخبة عالمية من أصحاب التخصص في علم الأمراض الجلدية والتجميلية والليزر والأبحاث المرتبطة به. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.